السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، وين المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي في ورطة حقيقية قبل مباراة زومبيا وبوتسوانا. لماذا؟ كاش استدعاءات على اللاعبين؟ شنا كيفاش ليبليسي تاع اللاعبين؟ شنا لاعبين كاين لاعبين ما راهمش يلعبوا. خاطر كنا نهضروا مع ناس نقول لكم يا ودي لازم استدعاءات، لازم منا واحد كيما بودبوز يجي في ما يجي الخليفه المباراه غدا ان شاء الله. كيسموه محرز ما يدورش، محرز يبليسوه في البارتيه، برك في البارتيه يبليسوه ولا يعيا ولا ما يكونش مليح ولا يعيا الدوزيام يطول. عندك خيار ثاني وهو بودبوز. علاش بودبوز بكاش عقب ثانينا؟ حنا كي نهضروا كيما كو كاين كاع الناس يتهضر كيما هكا، كو كاين كاع الناس يتهضر كيما هكا، الناس تفيق بروحها، تفيق شكاين يرجعوا حساباتهم. انت انا هدرتي ما توصلش، انت هدرتك توصل، راخر هدرتو ما توصلش، راخر هدرتو توصل. على انا حقروا روحنا؟ على تحقر روحك؟ على تحقرني؟ على تحقر روحك؟ على انت حاقر روحك تحقر الناس اللي قدامك؟ علاه الا انت راك حاقر روحك؟ انا ما نحقرش روحي، انا نهدر توصل، خاطر انا عارف اللي هدر توصل. نهدر اليوم نعطيكم انتوما المعلومه، الغدوه ان شاء الله يعيط لك رئيس تحرير تاع جريدة تاع التلفزيون، يعيط لك واحد من الفيديراسيون، يعيط لك واحد من الجماعة تاع الفيديراسيون، يعيط لك واحد من ليكيب فلانية، من ليكيب فلانية. خاطش علاه؟ وانت تقول بلي هذا راه غير يهدر، بصح ناس وحدة اخرين، ناس وحدة اخرين كيسيبوني نهدر طب طب، يعيط يعرف بلي الحقيقة، كي نعطيه الشيف اللي شان يعرفه بلي صح. وستنطلق التصفيات إفريقية المؤهلة لكان 2021 في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيلعب الشهر هذا تاع نوفمبر، حيث سيلعب المنتخب الوطني الجزائري أول مبارتين له في هذه التصفيات أمام كل من زومبيا في مصطفى تشاكر في ملعب مصطفى تشاكر وبلبليدا وبورتوانا. ويطمح رفقاء النجم الجزائري وقائد المنتخب الوطني رياض محرز لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في سنة 2019 وتصدر المجموعة مبكرا. خاطش علاه؟ عندك دو ماتش خويا غادي تجيب فيهم 6 بوان، عندك ماتش لهنا 9 بوان تريح من راسك، صاي تقلع بلي كوب دافريكاي كاينة وكلش، تقلعها تنجم تلعب بالفريق الثاني. كي تولي عندك 9 بوان تلعب بالفريق الثاني نورمال، تبرد به تعطي شانس للناس، تعطي منها تعطي تبرد به نورمال. على ذيك وذلك وبذلك بعد إصابة كل من رامي بن سبعيني إلياس شتي وفوز غلام، بالإضافة إلى عدم شفاء المدافع نادي صاب الإيطالي محمد فارس. عندك ربعة في جهة راهم مبليسين، عندك ربعة في جهة مبليسين. انا كنت نقول لكم بلي ودي انا مانيش غلط يا جماعه كي نقول لكم بلي السنغال عندها 115 لاعب دولي تابعين للمدرب تاع المنتخب تاعهم، تابعين له يتعامل معهم كيما يبغي. 115 لاعب ماهي سهله يا جماعه، عنده كاع خيارات. حنا في وقت مضى كنا نوصلوا تل ست، كان 60 لعاب كانوا يتعاملوا. شوف غورك حاليلو غير مع المحليين 65 لعاب محلي تعامل معهم، جابهم شافهم منا طلقها يا طلقها يروح. ولعب خوالد ماتش دو باراج، لعب زاماموش ماتش دو باراج كونت الالمان. الناس اللي يقول لك باللي كانوا حاقرين اللعاب المحلي كونت الالمان، اش عمل لعاب؟ لعب حليش بالكلام سوداني جابو سليماني، 5 لاعبين محليين لعبوا. علاش 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 تنساو؟ خاص كي ينسى ليا اليوم نزيدو نعاودو نولو نتكلمو. وسيكون الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي في ورطة حقيقية خلال مباراتين المنتخب الوطني الجزائري ضد كل من زومبيا وبوتسوانا، وذلك بعد إصابة كل من
رامي بن سبعيني ستي فوزي غلام بالإضافة إلى عدم شفاء مدافع نادي صابل الإيطالي محمد فارس، حيث سيكون بالماضي مطالب بالبحث عن ظهير أيسر المناسب للمنتخب الوطني الجزائري خلال أول مبارتين للخوض في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. هذه حنا كنقول لكم كيما هكا، حكتو كيفاش قلنا لكم يا ودي جماعه، اللي قلنا اللاعبين اللي قلنا غيكون عندك خيارات بزاف، لازم يكونوا عندك خيارات بزاف. حكتو كيفاش وين ها غادي غير جهه عندك ربعه مبلسين. هي ما كيما يقول لك ديك الهضره تاع تشاب ديك الهضره تاع تشاب يا ودي، حنا كنا نهضروا لكم في الصح، ناس كاين اللي فاهمين اش انا نهضروا، حنايا كنا نهضروا ناس كاين اللي يفهمك اش انا نهضروا، ناس اللي يتهموا يتهمك اش انا نهضروا، وكاين اللي بالعاني هكا زعما ماشي فاهم بصح ما يقول بصح ما يبينلكش بلي فاهم. كنا نقولوا دي روسي اي تنوري لاعبين هذو جيبهم اربطهم وخليهم، اربطهم وخليهم، تحوش عليهم ملك عليهم وخليهم، دير عليهم صداق وخليهم تصيبهم، بس غادي تاع لما يجي يجي اودي هذه مشي عقلي هذه او زين هذا انت يا بيت دخل خدامه ولا هذا تربد الرايه الوطنيه، هذا تجيبه غادي تربد الرايه الوطنيه، هذا غادي فخر الجزائر، هذا فخر ليك يا ودي، فخر ليكم، فخر ليكم انتوما ناجحين، حنايا نتفرجوا ونكملوا بصح انتوما ناجحين، ها ايوا انتوما ناجحين ماشي حنايا، حنايا حنا نفتخروا بكم بصح انتوما في جهه تاع ماديا ومعنويا وكل شيء انتوما ناجحين، انت على حاجه واجده على ما تجيبهاش على هاك تشوف راه ديك لك كاين قدامك عبد اللاوي وكاين العروسي، ولا مازال ما اعلنتش على القائمه، مازال ما اعلنتش على القائمه، اش عندك حلول وقت اخرين تشوف انا في البطوله الجزائريه، ولا راه قدامك اي تنوري ولا العروسي، هذه هي عندك هذو اللاعبين الى تنجم ويمتلك بالماضي حلول قليله، حيث يتعلق الامر بكل من ايوب عبد اللاوي والذي يلعب ظهير ايسر وقلب دفاع، وكذلك امكانيه اعتماد على اللاعب نادي ليفربول الرديف ياسر العروسي، في حين تبقى امكانيه اعتماد على لاعبين من البطولة المحلية ممكنة في وقت لم يعلن فيه ظهير أيسر الجزائري رايان أيتنوري عن رغبته في تمثيل الخوض حتى الآن. شو كيفاش مازالوا يقارعوا يقول لك يعلن على القائم يعلن على الرغبة تاعو، يا ودي الرغبة أنت روح دير له الرغبة، أنت لصق فيه الرغبة، أنت لصق فيه الرغبة، شو أنا هذه تاع يرفد يدو يقول بلي بيجي، أنا هذه ما غاديش نأمن بها. ما غاديش نأمن خاطش علاه كل لاعب وعنده عزة النفس تاعو، كل واحد وعنده عزة النفس تاعو، يا خويا ما تقيموش غادي ما يقيمكش، انت ما تقيموش ما غاديش يقيمك، هذه اللي نقولها لك ضربك نهضروا الصح كي يسموه بالماضي راح الارامسي نهار اللي قالوا له قال لهم انا هذو ما يدخلوش في المفكرة تاعي على اللاعبين المغتربين الشباب، قال لك ما يدخلوش في المفكره تاعي، زاد هنا اش قال لهم؟ قال لهم راه مع فرنسا، ها هو لازم يعرف روحه، لازم يكون موزون في الهضره تاعو، يوزن الهضره تاعو، يوزن منها، ماشي غير على الله الهضره، امشي على الله، لازم كل واحد يعرف طريقها صاحبي، هاك تشوف كيفاش، قلنا لكم من نهار الاول يا ودي عيطوا لهم، يا ودي تسخسوهم. ياو تسخسهم انت راك غلط، انت الا مكاش انت على بالك حنايا غير ما راه مبليسي بن سبعين، مام بن سبعيني وما كان بن سبعيني وما تاكلوش عليها، مام بن سبعيني وما تاكلوش عليه، غير انتوما يبين لكم بن سبعيني حنا التبليسه نورمال، بصح كون عندك انت يا خليفه في بمعنى الكلمه عندك انت يا ايت نوري ولا عندك ما تخافش، والله ما تخافش بصح اليوم كنا نحذروا فيها مقبل، كنا نحذروا منها مقبل، شوف اليوم كيفاش ويرانا، ها وصلنا لها الهضره اللي كنا نهضروا فيها، كنت نقول لكم بلي الهضره نهضروا فيها، بعد بالكم كنا نهضروا والناس تقول لك لا 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 يا ودي لا اسكت 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 دوسمون غير بسياسه
طريق طويله هذه كاليفيكاسيون طريق طويله، عندك كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك، عندك كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند، عندك الشامبيونات تاعهم يلعبوا فيها، يتبليسالك في اي لحظه، يتبليسالك في اي لحظه، روح العب بالعنب نتايا، العب تاع نعرفوا بلي غدوا ان شاء الله بالماضي يوخر ولا يدير فوبا، نتوما الاولى تعايروه، نتوما راكم تدافعوا عليه، نتوما الاولى تعايروه، لاعبين تدافعوا عليه، وانتوما الاولى تعايروه، شناكم، نعرفوكم. نعرفوكم مليح 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 مليح، نعرفوكم بلي ما عندكمش، عندكم عشر، عندكم عين، زوج عينين وفم ونيف، بصح الوجوه عندكم بزاف، عندكم بزاف وجوه، دوروا مع النايز برك، عمركم عمركم لا لبتوا واحد اخر، هذه اللي كنا نحضروا عليها، حنا نتمناو في الاخير يشوف بديل، يشوف بديل ويراجعوا حساباتهم، خاطر سياسة الاتحادية تزتشي ما تخرجكش يا جماعه بالماضي، هذه اللي نقولها لك ما غاديش تخرجك، سياسه زتشي ما تخرجكش، زتشي خرج دخل خرج خسر اليمينا في كاع السياسه تاعو كاع اليمينا، راهي وراهي تاع القاعات وخسر، في تاع القاعات وخسر، في تاع القاعات مع فريق عنده حرب وخسر، تاع الجزائر.